حزب ولا تجمع ولا حركة ولا كذا، تستعمل لي كأداة باش تحقق الهدف نتاعها، تدفعنا في الصفوف الأولى، تدفعنا في نديروا مسيرات نديروا بالك، وبالتالي الشعب لازم يحذر من هذا النقطة. نوجه رسالة للشباب، ما يديروكمش أداة باش يحققوا بكم المصالح نتاعكم، راكم الناس تعرفوا ما تعرفوا مصالحكم، تعرفوا صلاحكم، ما تكونوش أداة. أنا واش نوصيهم أوطون كو جون؟ تسمى باش نولوا أون 10 أون أريار ويريح دوطر بي يضحكوا علينا، بس حنا أون فا با أفونسي، أون فا توجور ريكيلي أون أريار. هذا سي با أن بوت. سوي كونتخ هاد لي شوز، مالغري سوي أون سوم ماس، كيما كامل الشبيبة كاملة راهم أون سوم، بصح ماش حبينا نديرو لله. عاد نقولوا الله ديزيني نوار هذيك باسكو حنا اللي سوفرينا، هما كاملين في ديارهم هذولا ما يحوسونا يخرجونا، الشعب هذا يخرج يكسر، بصح حنا اللي تميزرنا كي صرات كي طاحت المشاكل، حنا اللي طاحوا علينا المشاكل. الحمد لله البلاد هاي مليحه، صح كاين دي بروبليم كيما الناس كامله تسوفري، بصح الحمد لله والله غير كاين دي شوز اللي راهم يصراو في الخير. كاين الدوله تاعنا صح ماهيش انا مخصوصين، بصح والله راهم يديروا دي هم يديروا دي شوز على جالنا. لا بروف كاين هادي العبسه تاع لونسياج، عندك بروجي روح ديرو، عندك حاجه ديرها، هم يعاونوا فينا صح. يا خو البلاد مش راح تسقم اليوم ولا غدوه، لازم يكون كاين وقت، حبه لازم نصبروا، ما نولوش اللور. احنا خرجنا من 10 سنين هذيك بالسيف ماشي باش نعاودوا نولوا ليها. السؤال المطروح، المسيره هذه شكون يدعو ليها؟ شكون الناس اللي راهم يدعيوا للمسيره؟ هل فيه واحد شخص معروف؟ ما كانش الجزائريين ما يعرفوا حتى واحد من الناس هذو لم يدعيوا، لانه الناس هذو اصلا يعني غير معروفين وما عندوش على النفوس تاعهم. المسيرات على واش؟ وشنو الطلبات تاعهم؟ ما كانش يعني مسيرات، حابين يخرجوا للطريق، الناس هذو مش معروفين. الجزائريين حفاو في المسيرات، يعني مشاو في المسيرات حتى نحفاو طيله يعني سنوات، عندها 20 سنه والجزائريين يمشيو، ولكن ما كان حتى شيء. فالسؤال المطروح الان، اللي راه يدعي للمسيرات الان شكون هو؟ وشنو هي المطالب تاعو؟ والثانيه اذا ما كان الناس هذو ما قالوش، انا نقول لك باللي المطالب معروفه، المطالب هي مطالب امريكيه. ولكن منذ متى الامريكان يقلبوا على مصلحه الجزائريين؟ منذ متى الامريكان يخموا على الجزائريين وعلى معاناه الجزائريين؟